تغيير للزميل أحمد حسن نائب رئيس تحرير البرنامج جاء بعنوان تطوير العشوائيات يبرز قدرة المصريين على تحقيق الخيال 32 مليار جنيه لمعالجة 350 مكان غير آمن في 6 سنوات. جاء في التقرير أن ما حدث في مصر في مجال تطوير العشوائيات هو أقرب من للحلم أو الخيال، فلا يستطيع أحد أن يتصور أن في أقل من 6 سنوات تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية، والتي عجزت الحكومات السابقة في أكثر من عهد أن تحقق إنجاز يذكر في هذا الملف الشائك الذي كان يمثل العقبة الحقيقية لأي نظام أو حكومة تتولى مسؤولية حكم البلاد. وذكر التقرير إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي تقاليد الحكم في مصر وتغيرت النظرة تماما إلى ملف العشوائيات الذي أهملته الحكومات السابقة على مدار 30 عاما، حيث تغيرت النظرة من الإهمال إلى الاهتمام والاتجاه نحو التطوير وإنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق غير الآمنة. وقال المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات إن تكلفة تطوير المناطق العشوائية الخطرة بلغ 32.5 مليار جنيه، لافتا إلى أن هناك 375 منطقة غير آمنة على مستوى مصر فيها 241,000 وحدة، جرى الانتهاء من تطوير 298 منطقة بواقع 166,000 وحدة. وتابع إن خطة مصر 2030 تهدف إلى القضاء على المناطق غير المخططة، وذلك لإتاحة شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإنارة.